هنتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين، وهنروح لمنى زميلتنا منى المنيسي من مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى بونجور، سامعينك، اتفضلي. صباح الخير عليك يا نهوان. صباح الخير يا كريم، بصبح على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي، واخبار رياضيه اهلاويه كمان جديده. وزي ما قلت يا هواند، انا موجوده في نادي الاهلي طبعا، المقر الرئيسي لنادي الاهلي بالجزيره، علشان انقل لكم كل واخر اهم اخبار النادي الاهلي وكل فرق الرياضيه من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. خلونا نبتدي بالفريق الاول لكره القدم، واللي النهارده ان شاء الله بيبتدي، او مستر مارسيل كولر النهارده هيبتدي على طول التركيز او الترتيب لمباراه العوده مع الاتحاد المنستيري التونسي ان شاء الله. والمباراه اللي جايه، مباراه العوده، هتكون على استاد الاهلي والسلام يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. طبعا كلنا امبارح شاهدنا مباراه الاتحاد المنستيري ونادي الاهلي، واللي انتهت في الثواني الاخيره برأسيه محمد، بهدف رأسيه محمد عبد المنعم، الهدف القاتل اللي جه في الثواني الاخيره، والحقيقي رجع فرحة البلاس 90 لكل جماهير النادي الأهلي، طمنهم كمان على النادي الأهلي في بداية مشواره الإفريقي، وكمان طمنهم على الجهاز الفني الجديد، لأن دي كانت أول مباراة رسمية للجهاز الفني الجديد، وكمان أول مباراة للعيبة جديدة طبعا زي سافي وشادي حسين، وكمان عودة أكرم توفيق، ودي كانت من الأخبار السارة امبارح والتألق اللي شفناه عليه امبارح. مستر مارسيل كولر طبعا بعد المباراة امبارح اتكلم مع اللعيبة ان هم يقفلوا تماما مباراة أو صفحة مباراة أمس، ويبدأوا بقى التركيز كله والجدية التامة في المباراة اللي جاية، مباراة العودة، وإن شاء الله نشوف موسم جديد وموسم قوي للنادي الأهلي زي ما تعودنا عليه دايما الموسم ده. خلونا نكمل اخبارنا. والفريق الاول لكره السله رجال، واللي عاملين الحقيقه بطوله كبيره جدا، البطوله العربيه دلوقتي عاملين بطوله كبيره، قدروا ان هم يفوزوا في كل مباريات الدور الثمانيه، فازوا في مباريات الميناء اليمني، الغرافه القطري، والرياضي اللبناني، وتاهلوا للدور ال 16. وبكره ان شاء الله عندهم اول مباراه في الدور ال 16 مع اهلي حلب السوري الساعه 12 الظهر. والحقيقه هم مش بس يعني بيعملوا بطولة كبيرة، كمان هم فكرونا بالبطولة اللي فاتت، وان هم قد ايه بيقدروا ان هم يستحوذوا على المباراة وعلى مجريات المباراة كلها من اول دقيقة لاخر دقيقة، وبيكسبوا كمان بفرق سكور كبير، مش بس نتيجة بتكون قريبة من بعضها. كمان رجال الطايرة النهارده عندهم تدريب على فترتين للوصول لأقصى أو أفضل جاهزية للموسم الجديد، عندهم النهارده تدريب على فترتين بدني وفني، بدني هيكون في الجيم، وبعد كده الفني هيكون إن شاء الله في صالة الأمير عبد الله الفيصل. اخر وديه ليهم كانت اول امس على صاله الامير عبد الله الفيصل مع النادي الترسانه، وانتهت بنتيجه 3-0، وشهدت تالق كبير جدا من رجال طايره النادي الاهلي، وكمان هم بيستعدوا بقى للموسم الجديد، وهيبداوا ان هم ان شاء الله في مبارياتهم الرسميه ان شاء الله نشوف موسم قوي جدا للماسترز السنه دي. فتيات الذهب او سيدات الطايره النهارده ان شاء الله برضو تدريبهم فني وبدني على صاله الشهداء، استعدادا للموسم الجديد واللي بيبتدي بشكل قوي ان شاء الله بكره هيكون عندهم راحه، وبعد كده هيبداوا ان هم يستأنفوا تدريباتهم مره تانية بشكل قوي ان شاء الله، استعدادا للموسم الجديد. اما سيدات كره السله النهارده تدريبهم الساعه 7:30 مساء على صاله الشهداء، وبيستعدوا برضو بشكل قوي بعد المعسكر اللي كان في اسكندريه والوديات الكتيره اللي بيلعبوها استعدادا للموسم الجديد. الوديه اللي جايه ان شاء الله هتبقى مع نادي مدينه نصر بعد بكره، ان شاء الله هتبقى يعني برضو من نصيب النادي الاهلي، وبعد كده يقدر ان هو يستعد بشكل قوي لكل المباريات الرسميه بقى للموسم اللي جاي. اخر اخبارنا النهارده هي متعلقه طبعا بكره اليد، رجال كره اليد بالنادي الاهلي اللي رجعوا للقاهرة، واللي هم يعني بعد منافسات القوية اللي كانت موجودة طبعا، وقدروا ان هم يفوزوا ببرونزيه بطوله افريقيا بعد الفوز على الافريقي التونسي بنتيجه 30-22، وفازوا ببرونزيه بطوله افريقيا، ويستعدوا ان شاء الله ان هم يرجعوا بشكل قوي، ينسوا بقى دي صفحه وتبقى اتقفلت، ويبداوا بشكل قوي صفحه جديده للموسم الجديد. و يعني الفتره اللي جايه هيبدا اكيد التركيز على بطوله كاس العالم للانديه سوبر جلوب، وان شاء الله نشوف منهم اداء قوي ونشوف احسن من اللي شفناه في الفتره الماضيه.
امبارح كمان مدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي بنادي الاهلي، كابتن خالد العوضي تسلم امبارح او جاله قرار بان ان شاء الله النادي الاهلي هو اللي يعني هي هي يعني اعلن امبارح عن حصول النادي الاهلي على حق تنظيم النسخه ال 30 من بطوله السوبر الافريقي اللي هتكون ما بين 22 و 25 ابريل 2023، والنسخه ال 39 من بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بين 24 و 6 مايو 2023. وطبعا كان النادي الاهلي او كابتن خالد العوضي كان ارسل خطابا بتاريخ 30 يوليو 2022 بيطلب حق استضافه البطولتين. والاتحاد الافريقي امبارح رد بخطاب رسمي للنادي الاهلي والكابتن خالد العوضي بالموافقه، فان شاء الله تبقى بطولتين موفقتين ويقدر يشارك فيهم النادي الاهلي بشكل قوي. طبعا احنا الفتره اللي فاتت او السنين اللي فاتت كان النادي الاهلي كان بيحصل على حق استضافه بطولات كتيره هنا داخل النادي وداخل صاله الامير عبد الله الفيصل، وكانت يعني بتاخد اعجاب ناس كتير جدا، وناس كتير جدا كانت بتشيد بالبطولات اللي كان بينظمها النادي الاهلي. ان شاء الله البطولتين اللي جايين كمان الناس كلها يعني يعجبوا بتنظيم النادي الاهلي ويبقوا ان شاء الله على قد مستوى ومكانه النادي الاهلي. دي كانت كل اخبارنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، وانا معاكي يا نهاوند ومعاكي يا كريم اكيد لو في اي سؤال تاني. اتفضل. لا خالص، احنا بنشكرك جدا يا منى على التغطيه دي، شكرا ليكي.